أهلا بحضراتكم مشاهدينا من جديد إلى هذه الحلقة ومباشرة إلى الدكتور إبراهيم الخليفي. دكتور، يعني ما زلنا احنا في ملف التربية، يعني حتى لا يظن البعض بأن احنا بعدنا، لكن طبعا التركيز اليوم هو تلك الصور التي تتشكل في أذهان أبنائنا. هل هي صور فعلا يعني تشبعوا بها منا، أخذوها من الواقع الذي خلفهم، أم هي حقائق وتمشي على الأرض؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإنسان يولد ضعيفا، عالة معتمدا بالكلية على من يرعاه، وهي بالدرجة الأولى الأم، ثم بعد ذلك تتضح صورة الأب وموقف الأب والآخرون الذين يسهمون في تشكيله. جميل. والأبوان يشكلان، يهودان، ينصران، أو يستمر الطفل معهما على الفطرة. الرعاية والاحتياج من قبل الطفل تشكلان الولاء. جميل. احنا ودنا نترك الطفل جانبا ونتكلم عن منية برناط. لو ان منية استدعيت من مسؤول كبير في التلفزيون او من اكبر من التلفزيون وناداها وقال لها يا منية انا احب اسجل يعني تقديري واعجابي بهذا البرنامج واقول لك كذا وكذا وكذا وكذا، صراحة منية تاخذ هذا الكلام وتضعه هنا ياشين، تعلقها، لأن كل مسؤول كبير عبارة له مرجعية وله مصداقية وكلامه مصدق، وحتى لو كنت شاك في نفسي أتأكد تماما إذا قال لي ما قال. صحيح. لذلك دائما نحن نريد التقدير ممن هم أكبر منا، مش ممن هم تحتنا. صحيح. هذا مشكلة ابن آدم، أنه متطلع الرآه استغنى، يعني أول ما يخلص من حاجة عايز اللي وراها، نفسه تواقع. خلنا نرجع للطفل الآن. الطفل مرجعياته المصدقة بلا شك ولا ريب هي أمه وأبوه والكبار من حوله. هذه المرجعيات عندما تحسن انتقاء النبوءات وانتقاء الصور وانتقاء الأوصاف وخلعها على الصغير وتعليقها نياشين على صدره وفي مخيلته، فإنه سيؤدي، سيعني يحقق لهم نبوءاتهم. يمكن لأول مرة دكتور أنا سوف أقاطعك وأقول دكتور هذا. في هذا الجزئية بالذات يعني فلندخل إلى التجارب العملية مباشرة. حاضر. هل بالنسبة للطفل تحديدا؟ حاضر. ما أكثر من الأمثلة العملية في هذا المجال. فبقول إن عندما نجي ونقول له أنت شطور، أنت شاطر، أنت ما شاء الله عليك عجبتني اليوم، أنت ما شاء الله عليك، شوف أنت تحب كذا، أنت ماما مرتاحة من هذا كذا، وتبدأ الأم تصف الصفات الإيجابية اللي في ابنها، فإنه سيحرص المرة القادمة على أن يكرر هذا السلوك. لكن عندما تجي الأم وتقول له أنت مزعج، أنت كسلان، أنت سيء، أنت خيبان، أنت يعني عنيف، أنت عنيد، أنت مؤذي، أنت مقرف، ماما ما تحبك، فإنه انتقاما لنفسه وعلاجا لجرحه وكردة فعل على من وصفه سيكون عنده شعور مختلط. الأول خيبة، شعور بالخيبة. نعم. والأمر الثاني شعور بالإصرار على ما فعل، لأنه على الأقل أثبت لنفسه ولك أنه قوي. نعم. هو لما عاند وهزك واضطرك إلى أن تقول الكلمات السيئة هذا ويقول أبوه الكلام السيء هذا، معناه أنه قوي. هذه الكلمات غير المسؤولة التي تخرج من الآباء هي الأفكار اللي يأخذها الأولاد ويشكلون بها شخصياتهم. يعني الطفل العنيد ممكن أن يجرب العناد، فإذا استطعنا أن نتعامل مع العناد بذكاء وعلمية راح، لكن إن وصفناه به ووصمناه به أصبح عنيدا. أنت راسك يافس، أنت عنيد،
احنا نقول انت دق تشوبي يعني هذا لا دق دق تشوبي يعني تحط رجلك في الارض وتقول خل تحرن تحرن يعني ها خلاص مصر. تصور ان الابناء يكتسبون عاداتهم سلوكياتهم اتجاهاتهم من كلامنا. نعم. لا انسى ما انسى انه كان في عندنا طفل في يوم من الايام وكان من يرعاه يقول عنه انه يا اخي ما يحب ياكل قدامه. تصوري الولد عرف ان هذه من هذا المرجع الخطير ضعف. اللي هو الاب مش نقطه ضعف سمه من سمات شخصيته انه لا ياكل ايوه وما يعرف مصلحته لكن يريد شيء واحد رضا من وصفه وتحقيق هذا الوصف فقام ما ياكل حتى سقط مغشيا عليه سقط مغشيا عليه. واحد ثاني من اصحابي كان يقول لابنه ابني شجاع لا يبالي ابني شجاع ابني هذا شجاع ابني ما شاء الله عليه انا لم ارى اجسر منه كان الابن في الروضه لم ارى اجسر منه. تصورون انه لا يشتكي عندما يتالم لا يشتكي يقول الاب فدخلت ذاك اليوم والا الدماء في الممر يا لطيف في الحوش دخلت للصاله دخلت قلت ايش ذابحين ذبيحه من وراي يقول اقسم بالله دماء يقول جيت ولا ابني ينزف ساقط على الثلاجه وقد نزف من دمه تقريبا لتر وزياده يا لطيف يقول على طول عمليه نقل دم الولد اصفر كان حيموت لانه قطع احد شرايينه بالخطا كسر معه زجاج او شيء فتذكر انه الشجاع الذي لا يشتكي اراد ان يحقق هذه النبوءه لابيه حتى كاد ان يهلك يقول الحمد لله ربي ان ابني لحقنا عليه والله ما مات وانا اذكر جزرتهم في المستشفى وكان الولد سبحان الله خفقان قلبه ضعيف جدا حتى زودوه بهذا اللتر الذي نزفه وعادت اليه الحياه بعد ان كاد يموت تحقيقا لنبوءه من قال عنه انه شجاع يسور لا يبالي بالالم. اذا نحن مرجعيات لها مصداقيه كما ان رئيسك في العمل او من فوقه او 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 له مرجعيه يخليك ترفعين راسك طول عمرك بسبب هالكلمات التي قلتيها وانت المراه الناضجه ذات التجارب ذات الفلاتر اللي تختاري ما يسرك وتختاري ايضا احيانا ما تطرحين. هؤلاء لا يختارهم كل اسفنج. لذلك انا اقول نحن مرجعيات علينا ان نراقب ما نقول لان ما نقوله سيصدق وسيتحول الى سمه سلوكيه ربما صاحبه الابناء الى اواخر اعمارهم. طيب ما نقوله سوى ايجابي او سلبي دكتور؟ يعني اذا احنا قلنا مدحنا ابنائنا بهذه الصفات مثلا شجاع بطل الى اخره واصبحت هذه تحولت في اذهانهم الى نبوءات يعني احنا هنا اين نقف؟ يعني هل يعني نحاول ان لا نقول لهم صفات معينه ممكن ترسخ في اذهانهم وتتحول بعد ذلك الى نبوءات سلبيه ام ماذا نفعل؟ احنا نراقب ما نقول ونفحصه ونحضر له لانه كلامنا خطير. يعني يجب ان نعي انا اريد ان بهالفقره ان يعي مشاهدي الكريم من اولياء الامور ومن المعلمين وممن يشتغلون في التعليم ان احنا مرجعيات. اولا ينظر الينا اصلا احنا بالنسبه لهم ناطحات سحاب. يعني تصور الطفل لما تكلميه طالع كذا يعني كاني اطالع السقف يعني كنسبه وتناسب كاني اطالع السقف هذا المبنى يعني انا طويل بالنسبه له يعني طويل جدا فهو ينظر الي من علل وصوتي بالنسبه له كالرعد وكلامي له مصداقيه وهو ما له حيل ولا قوه فهو سيصدق. هناك من الاطفال وهم قله اذكياء يتمردون مبكرا على ما نقول عندما يكون هنا لا يوجد هناك حب ولا يوجد ألفة ولا يوجد كذا فالولد مبكر يريد أن يعني يكفر بهذا النظام يكفر بهذا المرجع بس يروح العكس عاد يروح العكس تشوف إيش يقول أبوه ويروح العكس. نعم. ولكن في فترة من فترات العمر لا يكون الطفل فيها متلقي سلبي يعني يأخذ دون أن يفحص يأخذ دون أن يفحص. نعم. فلذلك أحسني الصفات التي ستخلعينها لأن حكيت المرة الماضية ربما في حلقة سابقة قلت ان زميلنا استاذنا يعني الدكتور بشير لما ذهب الى المدرسه مع ابنائه او مع طلاب التربيه العمليه وقال للابناء اريد ان اسال سؤالا فاجيبوني ها يا ابناء ها فتحوا من 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 منكم كسلان فرفع خمسه ايديهم وقام واحد ملقوف من الاولاد وقال استاذ ساد وهذا كمان اللي كان متأبي على هالليبل هذا واللزقه فرفع ايده هم يعرفون أن لما تلصق هذه اللصقة هم سيصدقونها. يعني
لما تقول له تسأله ليش أنت كسلان، ليش أنت عنيد، ليش أنت راسك يابس، يقول لك والله يقولون عني أو أنا كذا. ما أكثرها هذه الألفاظ حقيقة، هذه المصطلحات يقولها الأمم. يقولها الأبناء، يعني حتى هناك بعض الأبناء يعني يعتقدوا بأن هذه مسمياتهم الأصلية، يعني أيه؟ يعني عندما يطلق الأب على ابنه يا مغفل يا أيه؟ يا كذا يا كذا، يعني بعد فترة معينة يفتكر أن هذا هو اسمه الحقيقي أو الذي يطلق عليه لما يكبر ويعي. نعم. يعني شوفي أنا أعطيك بس حتى يستغرب إذا أحد يناديه بتلقصي. تعالي بس نأخذ شوية أمثلة. ياريت. نحن الآن نعرف إنجليزية أكثر مما يعرف الأجانب عربي في كل الدول، كل دولنا الناطقة بالعربية. نعم. العربي يعرف من الإنجليزية وأحيانا الفرنسية أكثر مما يعرفه الناطق بها، يعرف الناطق بها من لغتنا العربية حتى وإن عاش معنا سنين طوال. نعم. صح؟ لما نجي نحاول أن نتكلم إنجليزي شوفنا قد شلنا الخوف والجبن وخشية الخطأ. لما؟ لأن هناك في تربيتنا من جاء ومسك القلم الأحمر وكان ونحن نؤدي يركز على أخطائنا، فحولنا إلى كومة من النواقص، يعني المعلم. كراسات إيه المعلم والأم والأب، كراسات أبنائنا، طريقة تدريسنا لأبنائنا تركز على الخطأ لتبينه إيش مخافة الوقوع فيه. فش اللي يحصل؟ يتحول الولد بوعيه بس مش لا وعيه، حتى بوعيه إلى كتلة من النواقص. فلما تقول له الآن تكلم إنجليزي يقول أنا ما أعرف. كيف يا ابني ما تعرف وأنت تأخذ إنجليزي من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الرابع الجامعي، يعني 16 سنة والله لو مين بيتعلم؟ نعم. يقول لك أنا ما أعرف. كثير منا أداؤه أقل بكثير من محتواه. لما؟ شله الشعور بالنقص، شله نظرة الانتقاص التي وجهت إليه، ونبوءات قلة الحيلة وقلة المعرفة التي مورست معه، فتحول إلى كتلة من النواقص. هذا إحنا الكبار. زين؟ نعم. وكم نعطي، لاحظي معي وأنت من الكبار وأنا من الكبار، اللي يعني إحنا آباء صحيح، ربما أجداد. كم نشعر بالأمل عندما نجلس مع شخص يثني علينا بشيء فينا بس يخالط شعور بالامتعاض، أنه كأنه يمكن هذا يجاملنا ولا يضحك علينا، قمنا ما نصدق حتى المديح. صحيح. ليش؟ لفرط أننا من كثرة الانتقاص أصبحنا مغناطيسات تجتذب الكآبة وتجتذب الانتقاص. ليه؟ لأنه أصبح ديدن المجتمع كله هو إشاعة النبوءات الفاسدة منذ الصغر. حتى أحدهم إذا ضحك يقول اللهم اجعله خير. اللهم اجعله خير، ليجينا شيء. ليجينا شيء. هذا هذا هذه يعني هذا للأسف الشديد، هذه التصورات عنا بشأن أن يعني الحياة للأسف الشديد ما فيها، يعني لم يخلع علينا فيها إلا كل منقصة كسرت الأمة. يعني هذه الغثائية التي نهى عنها النبي أو حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الأمة فيها المرحلة الغثائية، أن نصبح بعد أن كنا نخيلا باسقات وسنديانات ضخمة أصبحنا غثاء كغثاء سيل، يعني عشب. نعم. مما يطلع على ضفتي الطريق بعد أن يرش مطر. نعم. ولا عودة إلى وضع النخلة ووضع الشجرة الباسقة إلا بتطبيق قول الله عز وجل، قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، أن تحسن كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يخرج منه إلا كل تفاؤل وكل وصف جميل. كل وصف جميل، نعم الفتى فلان، نعم الفتى فلان، إن فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، أنت سيف الله المسنون، أنت أمين هذه الأمة، خلع صفات ونبوءات على ناس وتصورات على ناس يحققونها فيما بعد، لأن القاء المرجع صلى الله عليه وسلم ولأنهم الحقيقة ربما تلقفوها من باب التجريب في البداية ولكن صدقوها لفرط حبهم له ولفرط يعني تعلقهم به يأخذونه وحققها. يعني ساعات أنت لما تجي تقول لابنك أنت رجل، صدقني ابني أنت رجل، أنت راح تقدر، لو كان قدرته 10% 90% حيجيبها هذا التفاؤل وشعوره بأنك آمنت به، لن يخزيك، لن يخذلك. You can do it، يعني كلمة you can do it تستطيع يعني أن تفعلها، تستطيع أن تفعل. إيه؟ يعني نعم. الآن أنت تستخدمي كلمة أجنبية. نعم. لأنه يعني اليوم سبقتنا أمم في هذا، لأن سبقونا هذه آلات نسمعها يعني دائما في هذه أدوات وآليات طبق. يعني أنت لما تجي تقول له أنت كذا، نعم أنت كذا، ستحقق ذلك. جميل. طيب دكتور، كأنك قلت أو كأنك تريد أن تقول بأننا نحن من نبرمج أبناءنا. لا شك.
ونحن من نفكك هذه البرمجة إذا ما كانت غير مرضية؟ أو بالأحرى هل نستطيع أن نفك هذه البرمجة السلبية إذا طبعا تحديدا السلبية بأبنائنا إذا شعرنا بأنها غير مرضية في أبنائنا؟ جميل. إيقاد السلوك كإيقاد لحم المدفع فحم المدفع فحم الشوي أو لما بتجي تدفي تدفي المكان تشبي فحم. صحيح. كيف عادة يشب الفحم؟ الفحم يشتعل بالتدريج ويشتعل من جهة واحدة. عادة نبادر نحن بعد بدء اشتعاله إلى النفخ أنه في منفاخ أحيانا وفي قرطاسة وفي يعني نخليه في مواجهة الهواء حتى تتغذى جدوته ويتقد إلى أن يستوي. نقول إحنا استوى ندخله بعدين عشان خلص يكون الكربون خلص. إيه. أنت لما تجي وتقبض على ابنك متلبسا بفعل صالح متلبسا بفعل صالح أي والله لأني بدي أغير الصورة يعني عجزنا وحنا نقبض عليهم متلبسين يعني ملينا بأفعال مخزية يعني خلينا كذا تصير عيننا عين نحلة تفتش عن الإيجابيات نجي ونقفش وقفش كذا وأخوه ما شاء الله يعمل شيء وساعده ولا كذا نقول ما شاء الله قفشتك ما شاء الله كذا تصوري أنت نفختي نفخة هائلة في جذوة هذا الشاب هذه الجذوة ستجعل السلوك الإيجابي والصفات الإيجابية تستعر في سلوكه لأنه الإنجاز يجر الإنجاز الإنجاز يجر الإنجاز كما أن فحماية تجر لها فحماية وتجر لها فحماية حتى يتقد الفحم كله لكن تعالي لما تجي من باب الحرص على هذا الغلام وتقولي له ابني ليش ما شاء الله نعم وكذا بس أنت في 10% من سلوكك شوف 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 ها في نقص هنا يعني تنظر إلى الجزء الفارغ من كأسه وإن كان قليلا ليش أن عندك عين جبلت على البحث عن النواقص لأنك ربيتي على أو ربي الحشاش ربي الإنسان منا على التأكيد على نواقصه فظن أن هذه الأبوة الصحيحة يعني هذه أنا بما أني أنا ربيت على سياسة القلم الأحمر فأنا أربي من يعني ألي أمرهم ها أو توليت أمرهم بالتأكيد على النقص فأصبحنا أمة تتناقص وتتآكل ويكسر بعض فخارنا بعضا فنجي ونروح ننفخ جهة الكربون يعني هو البحث عن النواقص اللي ينفخ جهة الكربون فتجي أكاسيد الكربون وتطفي النار فلذلك تشوفون التأكيد على السلبيات يقتل السلوك الطيب ويحول الإنسان إلى كوم قمامة حشاكم وتنشأ العقد تنشأ العقد والنواقص قاعد أقولك أنا قاعد أعطيك مثال ده عندنا ده في مجتمعنا الآن لو حصل أي شيء إحنا نشعر بالذنب طبعا أنا مالي يعني يصير أي موقف هناك يا أخي أحس أنا بقوة مغناطيسية إن كأنها غلطتي هذه عقدة من الصغر يصير موقف مطلوب مني أن أعبر عن نفسي أشعر بالنقص هذه عقدة من الصغر مبادئاتي كأني محرول مكسر رجلي ما أقدر أبادئ لأمر ما ليش أخاف أفشل حولنا الخطأ إلى فشل وحولنا الملاحظات اللي ممكن تصير عند أي عامل إلى نواقص وحولنا المبادرات اللي تكون عند أي إنسان شهم إلى لقافة زين وحولنا التسيير الذاتي اللي تكون عند أي إنسان مستقل إلى شعور بالريبة وشعور بانه يعني في شيء يخجل في موضع جنته ليش 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 ترز ويك اصبح الناس من كثر ما اكدوا على النواقص والسلبيات كسروا ابنائهم فجيجي حين كبرنا تبرمجنا على هذه الرداءات اسقاطات يعني على هذه هالمسائل الرديئه انا سؤالي الحين احنا مرة ثانية يعني لما الطيارة تهتز أنت ينزل أقنعة الأكسجين حط على حالك قبل ما تباشر أولادك هل بإمكاني أن أفك برمجتي أم فات الأوان إيه وخلني أجي للعبارة اللي تحبها منيا برنات لأنها طلبتها يعني أسأل نفس السؤال هل إبراهيم الحالي بشكله بقضه وقضيضه أو بشكله بلحمه وشحمه ولحمه إيه هل هو إبراهيم الذي يريد إبراهيم أن يكون أم هو إبراهيم آخر شكلته هذه السيرة الطويلة من الارتباطات اللي شكلها معلمون وآباء وآخرون ممن
يقبل إبراهيم بعد أن وعى بعض أوصافهم التي خلعوها له ويرفض بعضها. أما أن إبراهيم قابل بهذه الصورة، هل بإمكان إبراهيم أن يكسر المرآة ويجي عيد تشكيل الصورة تشكيلا جديدا؟ وهل يقدر فعلا؟ هو هذا اللي أقسم الله عز وجل به. نريد أن نعرف كيف يقدر. الله أقسم في آية في آيات عظيمة. نعم. ها؟ في أنه قد أفلح من زكاها. شو قبل؟ لأنه كسر المرآة وجاء جلس واختلى بها وقال لا أنا مش أنا. أنا مش أنا الذي يظنون. في أي سن؟ أنا في أي وقت؟ ها عند الوعي. في أي عمر؟ خليها عليه. نأخذها بعد الفاصل دكتور. فاصل مشاهدينا الكرام إن شاء الله، وبعدها نتواصل مع دكتور إبراهيم الخليفي. والتربية النبوءة صالحة أو فاسدة هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، نتواصل مباشرة بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام أهلا بحضراتكم من جديد إلى هذه الحلقة من موسوعة الأسرة والتربية نبوءة صالحة أو فاسدة. هل نحن نضع الصور في أذهان أبنائنا عن شخصياتهم أم هم خلقوا بهذه الصور؟ يعني نعود إلى دكتور إبراهيم الخليفي. دكتور كنا نتحدث قبل أن نذهب إلى الفاصل إلى يعني هل نستطيع أن نغير فعلا ما بأنفسنا في أي سن في أي مرحلة حتى جميل. على الأقل لا تكون هناك إسقاطات سلبية على أبنائنا. حلو حلو جميل جميل. شوفي يا ستي، أنا أؤمن بحاجة اسمها والدية الذات. والدية الذات. وعندي دورة اسمها والدية الذات وواحدة بعدها اسمها الذات الوالدية. وبدأت بوالدية الذات قبل الذات الوالدية، لأنه أولا يجب أن ترعى نفسك وتكون والدا لذاتك، تراقبها وتفحصها وتعدلها وتهدهدها وتسنعها وتعدلها، تكسر مرآتها وتزكيها وتنهض بها وتزيل سلبياتها وتزيل من لستة سماتك ما لا يليق ولا تريده، وتطرح جانبا ما لم يعجبك وتؤكد على ما تريد، وتختار من لستة الإيجابيات وما أكثرها ما تريد فتحققها في نفسك. تفحص أيضا عن قدراتك الكامنة تحررها، تفحص عن بعض مواهبك الضامرة وتحييها. والدية يجب أن يرعى كل منا ذاته، قد أفلح من زكاها جميل وخاب من دساها. خاب إيش؟ كيف دساها؟ دساها يعني ضحك عليها وقال فوت فوت فوت، لا مش وقته، لا خاف ما أقدر، لا أنا ما مش قد، لا أنا مشواري طويلة. ضحك على نفسه يعني. إيه فدسي يعني طمطمها كذا ويقول يعني. فوالدية الذات تأتي قبل الذات الوالدية. بعد ما نخلص من والدية الذات نجي الآن نقول الذات الوالدية من مسؤولياتها أن تصبح فنارا، منارة، لايت هاوس، رمزا، أي تشع أمل وتفاؤل. شوفي الرسول صلى الله عليه وسلم في وسط الأزمات كان يشع الأمل. في الخندق، الخندق خوف شدة، وخندق يحفر جهد جهد عظيم، يعني سور بجزء من أطراف المدينة كله لازم يعني تخندق المدينة يعني في حالة حرب، والعدو يعني كثيف العدد، يعني عدو في الداخل وعدو في الخارج. فلما ضرب على الصفات قال الله أكبر، فتحت فتح إيوان كسرى، فتح قصور قيصر. كيف؟ لأنه هنا وقت شحذ العزائم، نعم، والارتباط بالأمل هنا. طيب في هذا الموقف الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذات والدية أم كان مربيان؟ النبي صلى الله عليه وسلم هذا أدبني ربي فأحسن تأديبي، يعني هذا الله رباه، يعني رباه ليربي، نعم، رباه ليربي الرجال. لما جاءه أصحابه قال والله ليسيرن الراكب من صنعاء أو من 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 بصرة الشام أو 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 من من المدائن أو إلى يعني رواية إلى اليم إلى صنعاء لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. يا سلام، بهالخوف بهالضعف بهالضعف في أمل في نبوءة، نعم، في تصور أنكم ستنجحون ستكونون هناك. تفتحون القسطنطينية، دائما تشوفي أنه هناك حبل ممتد عند المربي أنه ترى أنت المستقبل أمامك، أنا
يعني أنا حاط الأمل فيك أنك تصل، بل أنه وعد صلى الله عليه وسلم كسرى أو سراقة بسواري كسرى، وهو طارده هو يلاحقه قال أعطيك إياه لك. شو الرؤية هذه؟ وهذا يعني أنا حقيقة المربي صلى الله عليه وسلم الأول كان يبني الناس بالتفاؤل وبالنبوءات الصالحة، يعني بالتصورات عن واقعهم يصنعها يضعها أمامهم يقول لهم شوفوا هذا أنت اللي ستكونونه، هذا ما ستكونونه أنتم، فيكونونه هم يحققون هذه النبوءات. ومثل وعكس ذلك من يقول له أنت أصلا ولا أصلا، ترى أنا الآن لما تشوفين الفاشلين في الدنيا حتشوفين، أعطيك مثال الحين لما تجي تفحصين تاريخك الدراسي حتشوفين إنك تكرهي مادة معينة، صحيح ما أحب هالمادة، المحاسبة ما كنت أحبها مثلا، ما غير حتى ما يزعلوا الأكاديميين نعم. بس ترجي تلقى أنه اللي كان يدرس هذه المادة شخص كنت تكرهينه فكرهتي ما أدى ماشي. فإذا عندما تحب شخص تتعلق به وتصدق كلامه وتؤدي، أنت تؤدي يعني أنت تحقق مراده منك وتطلعاته منك وما يرجوه منك، وإن كرهته يمكن تروح عكس بدك إياه. أذكر أنا لما كان الموجه وإحنا عفاريت صغار موجه يجي يدخش الفصل فيجي المدرس مثلا يستعرض ذاك اليوم يلبس لبس جديد وكذا وكذا، جميل ماذا نسوي المدرس اللي نحبه نحاول أن نخلي الموجه يكتب له تقرير جيد فنجيب ونتحرك واللي ما نحبه نقعد كذا متيسين نسأل يا أولاد ما درستوا طبعا بس مشاغبين مستعل لأنه كان قد أساء لنا بتقزيم أو تحطيم أو سوء وصف لنا فقلنا إحنا ننتقم منك بهذا الشكل كنا صغارا، ولكن كان هذا مفروض أنها رسالة وصلت لأنه يحسن من أسلوبه حتى يحبب الأبناء إليه. جميل. فأنا بقول أنه أحيانا يقوم أنا ودي أن الأبناء يتمردون على بعض ما يصفهم أهلهم مبكرا، بودي حتى تسلم الأمة من بعض العاهات اللي فيها. جميل. طب إذا دكتور في هذه الحالة كيف يعني نكسب أبناءنا النبوءات الصريحة؟ يعني على ماذا يفترض أي يرتكز الأباء والوالدين حتى يكسبوا أبنائهم نبوءات صالحة؟ طيب أولا فضل الله عز وجل علينا، نحن ننتمي إلى دين عظيم، وهذا الدين يعطي كل ملتزم به منا غاية، وهي أن ينجو بل أن يتبوأ عالي الجنان ويكون في الطريق داعيا إلى الخير. ويقول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ويقول صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما وعاها فرب مبلغ أو عام سامع. يعني هذا الدين أصلا حاط لنا مواقع وأماكن نتبوأها، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا الدين يقول لنا أيضا، رسم لنا الشخصية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا الدين حط لنا معالم الشخصية التي نتجه لها صحيح ونوجه لها. فلما تتشرب أنت هذه المعايير بعد أن تكسر المرآة وتشيل السلبيات وتعيد الثقة بنفسك وتصعب نفسك وتصالح نفسك وتكون والدا لنفسك وترتبها ترتيب آخر، تشيل البعزقة وتطرح ما لا داعي له وتؤسس من جديد، تلتفت الآن إلى أبنائك لتضع لهم الشعارات. يعني الأمة اللي بلا شعارات ما تصلح، يعني لا ما تصلح، لا يصلح أن نربي بلا شعارات بلا غايات بلا آداب بلا شخصية نموذج نريد أن نكونها. والشعارات هذه مستقاة من الدين، الشعارات مستقاة من هناك مصادر فضل الله علينا، أما هناك مصادر أخرى غير الدين. هي شو الدين؟ يعني الدين عادة حولته الأمم المسلمة إلى دساتير وإلى يعني أهداف تربوية عامة وإلى أهداف مناهج وإلى أهداف حتى مقررات وإلى أهداف وحدات، بل كل حصة لها هدف. يعني احنا نمشي وفق خريطة. نعم زين. فلو جئنا وقلنا احنا هذه الشخصية
التي نريد أن نرسمها مش اعتباطية، مش كل واحد يجتهد على هوا، احنا عندنا شخصية عامة معيارية صحيح نوجه لها، من لها سمات في العقل، في التفكير، في أنواعه، في التعرف، في الإبداع، في الاحتكام والحل المشكلات وغير ذلك، عندنا في الوجدان، عندنا أهداف ومعايير، عندنا في القلب، في تفاصيل كثيرة هذه تحتاج إلى حلقات حتى نسولف عن الشخصية المعيارية التي نريد. ثم جاء كل منا وبدأ يحث أولاده بالحب والتقدير والتشجيع وبيان قوتهم. يعني اليوم اللي يبني الولد هو التقدير، يعني أنا ما أنسى مشهد ألمني طعنني يعني، وحقيقة عملت معه قصة، يعني بعده عملت قصة مع أم، إحنا عندنا حضانة، والحضانة فيها الأطفال من سن سنة ونص لغاية 3.5، يعني إحدى المؤسسات التي نرعاها حضانة. ففي يوم من الأيام جت أم وخذت ولدها، يمكن هي مش هي اللي أخذت الولد، للأسف شديد إن الخادمة شالت الولد، والأم قدام يعني باعتبار أنها يعني ما تشيل الولد شأنه شأن الخادمات يعني للأسف في هذا الزمان. الشاهد أنه الولد كان يصيح ويمد إيده وراء، مش على قاعد عارف يعبر، يريد أمه أنت، يريد شيئا وراءه، يعني هم مشوا في شيء على الطاولة قد تركه ما يعلمون إيش هو. فقالت له اشتبي الأم، فانتبهت الريسبشنست عندنا، قالت لا هو يبدو نسى رسمته، عنده رسمة ملونها وحاط فيها شوية يعني تعرف في ألوان عشوائية. فقامت الأم شافت الورقة قالت ويه خرابيط، وألقتها في القمامة، وألقتها في القمامة، انفجر الولد بكاء، لأن هذه بالنسبة له كان يريد أن يقول لها انظري إلى ما فعلت، انظري إلى إنجازي، شوف التحطيم متى يبدأ مبكرا، ها انظري إلى ألواني، انظري إلى ما فعلت، كان يبي ينام فيها، لأنهم يعرفون أن إنجازاتهم جزء من ذواتهم. لما أنت تجي تأخذ جزء من ذاته وترميه في القمامة، طبعا أنا جيت بعد فوات الأوان فقلت إيش الحكاية، قالت ألقت الأم الورقة، فأخذت الورقة وركضت حتى أقول لها أنت إحنا نبني وأنت تهدمين، إحنا بدناك تعملي احتفال بهذه الشخابيط، حتى لأن هذه التي ستؤسس الشخصية المبدعة التي نريد، والشخصية الكاتبة التي نريد، والشخصية المفكرة التي نريد. لما تجي لي طفلة عمرها 8 سنوات وتقوم تجي الناظرة مديرة المدرسة وتقول دكتور فرحانة بريطانية تقول لي تعرف أن في عندنا بنت، تقول ليش ما تمدوا الدوام وتخلونا ننام في المدرسة، متى بترجع البيت؟ فقلت لها قولي لها أين تريد أن تنام، فذهبت البنت، أنا أعرف أين، أنا توقعت يعني وإلا داخل الصف فيه بولتن بورد اللي هو، قالت أبي أنام هنا، بولتن بورد اللي هو اللوحة اللي تعلق عليها منجزات الأولاد، نعم من واجب الماث ولا والله مسابقة اللغة العربية ولا رسومات أو غيرها، رسومات أو غيرها إنجازاتهم التي نحتفل فيها بإنجازاتهم ونقدر فيها ونصنعهم، نقول لهم أنت كاتب المستقبل، أنت مفكر المستقبل، أنت راسم المستقبل، أنت. قالت أبي أنام هنا، قلت لها نادي أمها وأبوها لأن هذا مشروع انحراف، هذه البنت ستنحرف مبكرا في حياتها. طبعا النظرة ما فهمت، قالت لي إيش، قلت لها ناديهم بس ناديهم، وإحنا ما فهمنا كيف مشروع، جيبها لأن هذه البنت التي أنت لو تشوفين مبنانا أول سنة اشتغلنا فيها مبنى كئيب مظلم، أجرناه يعني كان الوقت قصير، أجرناه في موقع كذا داعوس يعني نقول بالكويت، وكان الأولاد يداوموا من 7 لغاية 3، يعني يجوا 7 الصبح 7:15 لغاية 3 العصر يطلعوا يعني قبل الـ3، يعتبر دوام طويل، دوام طويل جدا. وهذا الطفلة هذه الطفلة تريد أن تفرط في بيت يمكن فيه أجنحة قصر لتسكن فيها الخرابة، هي ما كانت purpose build يعني سكولة، ما كانت مبنية لغرض مزيان، عمارة مؤجرة يعني مؤقتا على من طلعنا إلى موقعنا، تريد أن تقضي فيها الليل البهيم بس لأنها أقرب إلى إنجازاتها وأقرب إلى من يؤمن بها وأقرب إلى من يتنبأ بشأنها نبوءة صالحة. فارة من شنو هذه؟ بس هذا سؤالي أنا، هي فارة ممن؟ هي ما جاءت للمكان كئيب إلا تقول ميسون بن بحدل بنت بحدل أم يزيد بن معاوية زوجتي معاوية بن أبي سفيان، لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي، بيت شعر يعني، ها بيت شعر في البدو، لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيفي، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. أنا سؤالي هذه البنت التي فضلت هذا المكان الكئيب على قصر منيف، إيش في القصر المنيف من أشياء تطرد؟ وهذه الطوارد إحنا ما راح نستمر مع البنت، يمكن ما تقعد معنا سنة سنتين، بس هناك ما يطرد هذه البنت
ليقذفها في أحضان شاب ولا في أحضان رفقة سيئة ولا نادوا الأم والأب حتى أقول لهم كيف يجعلون بيتهم جاذب، لأن فيه مما ينفر الكثير الكثير الكثير، ولا ما اختارت البنت. يعني شوفوا، لن يهرب من البيت ولد أو بنت قدرهما والدهما أبدا. سيهرب اللي حبله ضعيف وارتباطه قليل إلى جهة مغناطيسية أكثر. الذي يجذب أبنائنا إلينا هو التقدير وإشعارهم بأن نحن نؤمن بك ونحن نعتقد فيك أنك سيكون لك شأن عظيم. لا يهرب طير من خير، لا يهرب طير من خير. يا سلام عليك، هذه جديدة علي أنا. بارك الله فيك. والله. طيب دكتور، ما رأيك لو نذهب إلى الجمهور وناخذ بعض المداخلات ونشوف ما رأيهم في بس يفتحوا الميكروفون. سؤال اليوم، طبعا سؤال اليوم هو: هل نحن فعلا نساهم في نشأ تصورات معينة، نبوءات معينة في أذهان أبنائنا وبالتالي ينشأون عليها؟ من نسمع؟ تفضل. السلام عليكم. فادي محمد، مجموعة شباب الشرقة. بخصوص السؤال، حسب ما تربي ابنك وحسب ما تعوده طول أثناء تربيته رح يطلع على الصورة هي اللي أنت ربيته عليها وأنت عودته عليها. نعم. بس في المستقبل هو بظروفه، هو حياته اللي بتكون موجودة، يا ما بتغير يا ما بضل ماشي على نفس السلوك. بس بدي منك سؤال دكتور. تفضل. الآباء اللي أنا شفتهم ثلاث أنواع. بدي تعليق منك عليهم. أب بيفضل ابنه يكون أفضل منه لما يكبر. وأب مش فارق معه ابنه يكون أفضل منه ولا أسوأ، مش فارق معه. وأب ما بيفضل إنه ابنه يكون أحسن منه. الأب يريد دائما يكون إنه هو الأفضل ابنه. في هذا مسكين. بس بدي تعليق على هذه موجودة وكثير. إن شاء الله الله يكثرها. نسمع تعليقك بعد قليل دكتور على أنواع الأباء. أيضا هناك مداخلة، تفضلي أختي تعرف عليكي. أهلا وسهلا. أبدا، أنا بس هقول إن أنا يمكن غلطانة في تربية ولادي شوية، اتضحت دلوقتي. اتضح لك الآن؟ كيف؟ دايما بغلط فيهم، بقول لهم صفات يمكن مش موجودة فيهم. فعرفت دلوقتي من الدكتور، فحاول أن أنا أغير. بس أنا حبيت لا تحاولي، لا تحاولي غيري. نعم؟ لا تحاولي غيري غيري. لا، ما أنا إن شاء الله هغير. أيوة بإذن الله. اللي حاول كذا ضعيف شوية، اللي غيري غيري بإذن الله. يعني وجودك معنا في الحلقة اليوم جاب نتيجة كبيرة جدا لك. لا، إن شاء الله للسادة المشاهدين الكرام في كل مكان يا رب العالمين. شكرا، شكرا على هذه الشجاعة وشكرا على هذا الاعتراف. أحسنتي. تفضلي، عندك تعليق أو مداخلة؟ تفضلي أختي. عبير رفعت، أهلا وسهلا. بعض الأباء ينظرون إلى أنفسهم أنهم هم قدوة للأبناء، بس بالمقابل هم تكون في شخصيتهم سلبيات. هم يريدون أن يجعلوها، يعني يريدون أن يجعلوا أبنائهم لا يحملون هذه السلبيات، بالمقابل هم يفعلون الأشياء أمام هؤلاء الأطفال. مثلا الأب الذي يحمل صفة الكذب مثلا، وهو يريد أن يعلم أبنائه الصدق. صحيح. فهل هذه نعم كان يرد على التليفون قل له أنا لست هنا. يعني يقول ابنه رد على الهاتف وقل لفلان أنا لست هنا. ممتاز. نعم. نسمع مداخلة أخرى. عندك مداخلة أخت مروة؟ ما عندك مداخلة، تفضلي أختي. والله إحنا دايما بنتكلم عن تربية الأباء للأبناء، لكن دلوقتي في الجيل بتاعنا الأبناء هم اللي بيربوا الأباء. يعني تعتقدي أنه وصلنا إلى مرحلة بأنه الأب الأباء إزاي؟ يعني أعطيني مثال. أعطينا. يعني مثلا لو أب قال لابنه ما تشربش سجاير، هو فعلا ما بيشربش سجاير الأب، بس الابن يقول له ما أنت صاحبك بتقعد مع صاحبك ده بيشرب سجاير، وعمي بيشرب سجاير وما عرفش إيه، فأنا من حقي ودي حرية شخصية. يقول للولد، يقول لأبوه كده. شو يقول الأب يا ترى؟ هيقول ايه؟ يعمل لا لازم يقول شيء. ما اكيد هو بيحاول بيعمل، بس يا اما بالضرب يا اما ما اعرفش ايه، يا اما كبر دماغه وخلاص. اختي صفا عندك مداخله، تفضلي. بالنسبه انا عندي حب الفضول، ان انا عندي ثلاث بنات. لازم عاوزه يعني لما بنتي تتكلم على التليفون مع اي بنت صديقتها، وانا عارفه صديقتها دي، اسالها مين دي وكنت بتقولي ايه؟ هل هو ده غلط مني ولا يعني
يعني فضول ولا تدخل في خصوصيات ولا بتدخل في خصوصياتها يعني. ولذلك البنت بتنفر مني تقول لي خلاص يا ماما مالكيش دعوه يعني. فمش عارفه هل اللي انا بعمله ده غلط ولا صح. ان شاء الله تسمعي الرد. عندك مداخله اخوي؟ شكرا. طبعا مشاهدينا الكرام سوف نتواصل مع حضراتكم ومع تعليقات دكتور ابراهيم الخليفي على مداخلات جمهورنا هنا في الاستوديو، لكن بعد هذا الفاصل مباشره باذن الله نتواصل. مشاهدينا الكرام اهلا بحضراتكم من جديد الى موسوعه الاسره والتربيه، نبوءه صالحه او فاسده نزرعها في ابنائنا نحن الاباء، هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم. دكتور ابراهيم يعني سمعنا مداخلات الجمهور، يبدو لي عندك كميه من التعليقات المفيده ان شاء الله. تفضل دكتور، يعني لن اريد ان اطرح عليك تساؤل لانه عندك اعتقد تنظيم جميل. للاولويات تفضل. شوفي ستي، الامم تبنى كالعمارات. جميل. ونحن في بلد العمارات يعني. الأبراج، الأمم أبراج شائقة. تبنى دورا دورا. جميل. وقد فصل سلفنا في ذلك. فقالوا على كل جيل أن يبني الدور اللي بعده بجودة إن حصل أفضل من جودته. فقال عمر رضي الله عنه: علموا أولادكم السباحة وركوب الخيل. ليش؟ لأنه عمر يعلم أن الأمة جايها فتح، والفتح هذا فيه مية وفيه ركوب خيل. وقال أنهم يعيشون لزمان غير زمانكم، فأعطوهم عدة ذلك الزمان. وقال سلفنا بشكل عام: المتأخر أتم نظرا. يعني المتأخر يجب أن يكون أتم نظرا ممن سبقه. يعني أولادنا لازم يحوزوا علوم الكمبيوتر والإلكترونيات و بس على قيم، بحيث أنه يحسنوا توظيفه علشان يبنوا البرج اللي بعدهم. نعم. عشان يبنوا الدور اللي بعدهم. حتى الأمة تصل ببرجها الشاهق إلى حيث يعني إلى أماكن السيادة والريادة. طيب هذا طبعا راح يطرح جانبا الأب اللي مش عايز أولاده يصيروا أحسن منه، والأمة التي تتقازم. أنا أذكر ما قلت يعني إن لما الأم بدها تكون أفضل من أبنائها، يعني أنا دائما أطلع عملة من جيبي، يعني دينار جديد مثلا ولا دينار، بقول أنا عشان أتعصب شوي لعملتي، ودينار قديم، وأسألك أي دينارين تريد؟ حتقول لي والله أنا لو حصل الجديد أحسن، قديم متهتك أنا بكرة يطلع. طيب إحنا نقول أن البشر لهم نفس القيمة، والدينار الجديد هم الأبناء، والدينار القديم هو أنت، فما بالنا لا نفضل الجديد على القديم في الأبناء؟ ليش نفضل القديم؟ والقديمة تحلى ولو كانت وحلى، على قولت إخواننا المصريين. لا، هي القديمة تحلى والجديد يحلى، ولهما نفس القيمة، والبشرية يعني ما تتجزأ ولا تتقازم ولا تتصغر، ولكن استثمر في الجديد لأن الجديد هو مستقبلك. زين. أما الأب الذي بده أولاده أفضل منه فهذا أنا معه الأبد اللي يعني أنا أعرف شيء واحد، أنه أن تكون أنت غير أبنائك، لا صلة لك بأبنائك فيما يختص بالنموذج. أنت عشت زمانك، خلي أبنائك يعيشون باختياراتهم هم. لكن لا أعتقد أن هناك آباء يحبون أبنائهم أن يكونوا أسوأ منهم. هل هناك هذه النوعية من الآباء دكتور؟ كان والله هو عندنا نكتة يعني، عندنا يعني لما قال أجعلك أشكل من أبيك، قال لي خسي أنا أشكل منه، أشكل أجعلك ويعني هي فيها كذا. هناك يعني نماذج في المجتمع من هذا القبيل، يعني في أمهات مثلا لا تريد لبنتها أن تصبح يعني أفضل منها أو ملفتة أكثر منها مثلا. هي أمراض تصير في الناس يعني. يعني هم هو مش ما يريد لابنه أن يكون يعني. عمر رضي الله عنه لما كانوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنه عبد الله بن عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروني ما شجرة كالمؤمن أو كالرجل المؤمن لا يتحات ورقها صيفا ولا شتاء وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال عبد الله بن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة. يقول لكن كان الأشياخ يعني جالسون أبو بكر وعمر، فاستحيت أو استحييت يعني. نعم. فلما ما عرف أحد أحجية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحجية النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني لغز، يعني مين يعرف النخلة اللي زي المؤمن كلها نفع، كلها ما يطيح منها شيء، النخلة بالمناسبة ما يطيح منها شيء كلها نافعة. فيقول أنا عرفت أنها النخلة بس استحيت في كبار. فقال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر يعني قال لأبوه: والله يا أبتي قد وقع في نفسي أنها النخلة.
فعمر زعل قال يا بني لو كنت يعني أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم لكان أحب إلي من كذا وكذا. يريد أن ابنه يحوز فضل يعني فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعله يحصل على دعوة ولا على شيء. شوف هذا أب طامح إلى أن يكون ابنه أفضل منه. صحيح. يعني أنا ما عرفت طيب أنت عرفت يا ابني شيل الركب ويانا. فهي يعني هذا ما نعرفه إحنا عن 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 نظرة الابن أن يكون تفرح لما يكون ابنك أحسن منك بس تقول له علمني وياك يعني ها قدني. طيب نجي إلى مسألة الآباء للأبناء. نعم الآباء يربون الأبناء وأنا عن نفسي وأعترف أمام الكاميرا أن فضل الله عز وجل علي أن لي أبناء مربون أن لي أبناء أو أبناء قد ربوني. ربوك أو انتقدوك دكتور؟ لا والله ربوني لأنه مستخدم النظام اللي أنا حطيته عشان ساعات يقرعوني. وإيش قرعوني يعني ذكروني ويعني يجلسوا معي ويقولوا لي تعال يعني أنا لست قلت هذا لسنا نريد أن نكون جميعا في الجنة يا أبتي يعني أنا كيف يعني ماذا تشعر؟ غير المحطة يبا هذا سؤال شخصي غير المحطة ولا يا أبدي كذا دكتور الخليفي سؤال شخصي لك أنت دكتور معلش بالضيق حيانا لماذا تشعر بالضيق عند ابنك والانكسار بالضيق والانكسار للحق يعني أنكسر الحق بس أكون يعني ودي أن أشاكس بس يعني أغلب على أمري طواعية لأن مش لأني حتى لا أكون قدوة لكن إنما أنا أردت المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ما يقوله هم إخواني هم أنا أربيهم ليكونوا إخواني في الله وأشكل أنا وياهم أمة يعني داخل البيت مصغرة تشايل يسعى بذمتنا أدنانا ما فيه اللي يحمل النظام هو اللي يحمل الكرت الأصفر والأحمر هو الحكم نعم. اللي مع الحق هو الحكم نعم مش لأني كبير أنا الحكم يصير يعني صرت طاغوت طيب. نجي إلى منطقة السلبيات التي لا يريد أن يراها الأب الأب الذي يمارس سلبيات نعم. لحظة شوي لحظة في ولكن يمارسها ما أنا خلي هذه خلي السلبيات هذا واضح جدا الأب الذي يمارس سلبيات مهما يعني مهما قال الناس ستنظر إلى ما يفعل لا إلى ما يقول بس خلنا أقول لكم الشيء الأخطر ألا وهو الشيء الأخطر أننا تشكيلنا لأبنائنا ليس بمقالنا وليس بما نتصرف فيه حتى تصرفاتنا ساعات ما تشكل أبنائنا ترى شو اللي يشكل أبنائنا يشكل أبنائنا عقيدتنا التي نحملها في ذواتنا ونتصرف بموجبها يعني أنا أب حازم طريقتي في التعامل مع أبنائي الحزم حتى وإن كنت ذا الحزم يعني حزم حزم يعني حزم الأولاد سيؤدون سينجحون في حياتهم ولكنهم سيعتمدون الحزم مبدأ قل كلمتك ثم امضي يصبحون كل واحد منهم زي الجرجور اللي نسميه يعني سمك القرش شارك شارب مدبب يعض ليش؟ لأن أبوه كان هكذا طيب يجي واحد مثلا متسيب شوية حبوب ولطيف وكذا بس متسيب هيكسب أولاده صفة التسيب أب يحمي عياله يحلهم مشاكلهم دائما 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 عسى ما يصير عندهم شيء يعتبرهم أمانة هيطلعوا اتكاليين سينجحون بس يطلعوا اتكالين ولذلك لما تشوف الناس انت تشوف هذا العنيف وتشوف هذا الاتكال تشوف هذا اللي عنده حساسية عالية من الناس بحيث انه ممكن يفرط في العمل على حساب مرضات الناس او يفرط يعني من اجل مرضات الناس يعني يجعل مرضات الناس على حساب العمل حتشوف انه والده خلال العملية في معتقده ولذلك الاولاد مش بس يفحصوا سلوكنا مش بس يكذبوا كلامنا اذا ما طابق سلوكنا لا هم يتشربون معتقداتنا بشأن الحياة حتى لو لم يصح عنها يعني ممكن تجي للأب الحازم تقول يا أخي أنت حازم حتى لو لم تظهر حتى يقول تقول أنت حازم يا أخي عنيف يقول أنا حازم بالعكس أنا ديمقراطي تقول أنت مش ملاحظ نفسك أنك يعني ساعات تقهر لأمامك وتكبله وتحدد له طريق واحد ليمشي فيه صح بحنية بس أنت جبار ولكن تصل هذه المعتقدات إلى الطفل ويتبنها بعد ذلك عندما سبكونشس في اللاوعي دكتور أم في الوعي النتيجة واحدة النتيجة المهم دليفر يعني هو سيؤدي سيقول دليفر زين طيب. نجي الى موضوع الاخت انا عجبني الاخت المكسره هذه الله يكثر امثالك يا ستي تدري ليش؟ لانه يعني خلينا نوضح ما معنى الانكسار الانكسار انه الوصول عندما اعرف الحقيقه اجي احنا نقول الشخصيات ثلاثه شخصيه كالقطار لها محطات تقف فيها متباعده يقول لك ان شاء الله رمضان القادم انا اغير ان شاء الله تعالى اصير رجل صالح وابدا كذا تدري شلون بعد الزواج انا حترك ما انا فيه إن شاء الله إذا وصلت 40 راح ألتزم بالصلاة زي القطار محطاته متباعدة وهذا الله يعينه
ما ادري ايش ضامن يعني من عمره، وشخصيه كالسياره، والله لو اكتشف انه انا اخطات في الطريق يلف، بس بده اكزت، الاكزت هذه يمكن 5 كيلو 10 كيلو على ما يرجع، وشخصيه كالقارب فورا ياخذ اللفه ويرجع. الله. لانه ما في الا بحر 360 درجه ملكي. انا اعتقد اختي هذه مثل القارب، قالت انا هنا اكتشفت وانت تتكلم عندي مشكله، انا هرجع اصلح. انت احيانا منيا ونحن ندردش حتى بعد البرنامج تقول والله انا كاني عيني فاتني، هذا برجع اسوي. صحيح. شو هذا الوقاف هو المنكسر للحق والصادق مع نفسه، هذا نبي نكثر منه ان شاء الله. كلنا نكون مثل القوارب لسبب بسيط. وين المشكله الان؟ الكبر يمنع احيانا. ما هو الكبر ايش هو الكبر؟ انك يعني تكون انت مشتهي المحاضر هذا، ولا والله لك وجهه نظر فيه، ولا والله تقول كلامه نظري. طب كلامه نظري ولا كلامه يكرم السامع يعني زباله سامحونا. يا اخي خذ ما ينفعك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. فانا بشوف انه الانسان العاقل هو الذي يجرد الكلام، ياخذه وياخذ ما ينفعه ويطبقه. خل المحاضر يعني كثير من احيانا يعني انا احيانا اطلع بالتلفزيون فيسالون اولادي، يسالون زوجتي، صحيح الصحيح الصحيح ابوكم او زوجتي طبق هالكلام؟ رد زوجتي واولادي وانت مالك. اي والله. انت يا اخي خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعه الشمس ما يغنيك عن زحلي. اي والله. ايش لك بالغيب؟ صحيح. بماذا يعني تنصحها الاخت؟ معذره يعني مش شدينا، بس انا لاني حزين ان الناس احيانا تسمع ما ينفعها وتصد عنا والله بداعي ان من يقول ان هذا يطبقه؟ طب خليه يطبقه، خليك هالك، خليني هالك. او ممكن هذا الذي ينظر الان لديه مشاكل مع زوجته. مالك يعني انت الا اوريك بيتي يعني عشان خذ يا اخي. جميل. بما ان الاخت اعترفت وقالت انا اليوم اكتشفت من خلال هذه الحلقه اني كنت وعامل ابنائي معامله غير راضيه عنها، وقالت بانني سوف اتغير يعني، بارك الله فيها، بماذا تنصحها نصيحه لها مباشره؟ لا تحاول التغيير. لا تحاول التغيير، بل لأن اللي حاول عنده نسبة حتى لو 10% أنه يفشل. بل غيري يعني أحرقي. أنا أحب طارق بن زياد لأنه إيش عمل؟ حرق السفن. قال البحر من وراكم والعدو من أمامكم، بس ما في محاولة. احنا حرقنا هنخش الآن ونخش بس، ودخل خلاص ما رجع. فلا حد يحاول أحرق سفنك، بالذات في الحق أحرق سفنك ودخل. نعم. لأن اللي يحاول رجل قدام رجل وراء معي. لذلك أنا ما أحب كلمة محاولة. محاولة شوي خطرة بالنسبة لي، ما أحبها. أنا أحب أقول إن شاء الله سأجزم وبإذن الله أعان وأنا داخلة معي يا ستي. نعم. ستنا إنصاف تكلمت عن ماذا أقول لابنتي؟ البنت يعني ستي، أولا عطونا هامش للبنات، قلنا من التغافل. أنت أهم من هذه المكالمة، لأن لو بنتش بتعمل شيء بتعمل من وراك صدقيني ما هتعمل شيء في البيت. نعم. هم عندهم المرونة وعندهم الوقت وعندهم العفرة أنهم يعملوا ما شاء ورانا. نعم. إذا إحنا في البداية والنهاية نتوكل على الله عز وجل. لما سئل الإمام أحمد عن تربية الولد قال هي توفيق. بس الإمام أحمد ربى عبد الله وربى صالح، ربى أبناء الكرام، رباهم بتفاصيل مضنية. فمن التفاصيل المضنية أن نحن نحسن الظن بهم، ومن التفاصيل المضنية أننا نصادقهم، ومن التفاصيل المضنية أن نحن نبعد عن المناطق الاحتكاك، بحيث أن البنت أحرص أن الآن هي تخبي عني، السنة الجاية بسبب حسن عشرتي وتغافلي عنها وإعطائها المساحة هي حتجي تحكي لي مشاكلها مع صاحباتها، مشاكلها. حتى أنا مرة ابني جاني قال لي في واحدة كلتني من رأسي إلى ساسي. بنت. قلت له حلوة؟ قال لي والله جميلة جدا. قلت له بسنك؟ وكان عمره يمكن 19-20. قال لي إيه والله. قلت له ودك تكون زوجتك؟ قال لا. قلت له ليش؟ قال والله يبا هذه اللي تبصبص هذه أكيد ألبوم الصور مليان يعني. قلت له أنت بصيت لها؟ قال شوية. قلت له شعرت؟ قلت له طيب يعني اعلم ان هالنظره ستترك عندك مشكله، علاجها يحتاج الى ايام، صح؟ قلت له لا تنظر. وهذه مسكينه يعني ادعو الله لها ان يشبعها بشيء اذا راته ها وعرفته يعني ان شاء الله عز وجل تغنى عن انها تبصبص. نعم. زين. فالشاهد انه انا فرحت جدا لان جا قال لي. كان ممكن ما يقول لي. لو حس اني باعظه واقول له اسمع يا بني اعلم يا ولدي كلام ينقال ما يسمعش، ليش؟ خليه يجي يقول وناخذها احنا بالاخذ والرد ونقول له يعني انت ايش استفدت لما بصيت؟ انزين. فالشاهد
اللي بقوله انه احنا لو بعدنا شوي رجعنا وراء يعني في خطط احيانا في مباريات كره القدم اللي يجي المدرب يعتمد خطه الدفاع للهجوم، ارجع شوي انسحب عشان يصير في فتحه فاخترق جميل. انما الهجوم 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 يمكن تحط عليه اقوال وانا ما حسيت. جميل، وصلنا حقيقه لنهايه الحلقه. دكتور بس في جول يعني في كلمتين مش اكثر، كلمتين دكتور نصيحه للساده المشاهدين في كل مكان في كيفيه زرع الصور الايجابيه الصالحه في نفوس ابنائنا او انتم معاشر الاباء والامهات والمربين سلطات، كلامها مصدق، وما تضعه من صفات وتخلعه من سمات سيتصم به الشاب والفتاة إلى أن يموتا، ما لم يجي منقذ ويكسر هذه النبوءة الفاسدة ويكفره بكم وبنموذجكم. فليش خلي الشاب طالما أنه يؤمن فيكم وبما تقولون، قل لعبادي يقول كما يقول الله سبحانه وتعالى يقول التي هي أحسن، لا تقول إلا كلاما أنت عنه مسؤول، وإلا ابنك سيتحول بواسطتك وبنبوءاتك الفاسدة إلى ركام. الأمة تبنى على سرائر النوم، وبالكلام الحلو اللي ينقال للأبناء فينهضهم فيعتقدون بأنفسهم وينقذون أمتهم من الحفرة اللي احنا فيها الآن. شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم الخيفي، وإن شاء الله يا ربي يعني تنقذ الأمة إن شاء الله من هذه الحفرة. بارك الله فيكم مشاهدينا الكرام، شكرا على تواصلكم معنا. بإذن الله نلتقي مع دكتور إبراهيم الخليفي الأسبوع القادم وحلقة جديدة من حلقات موسوعة الأسرة. لذلك الحين أستودعكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.